في إطار طبيعة المواطنين وخاصة سكان الريف بأهمية التنمية الزراعية، فقد نظمت لجنة أعداد البترول 5% بولاية شاربة قرمي حملة توزيع القروض الصغيرة للتجمعات النسائية العاملة في مجال الزراعة. اليوم جينا نقدم لك ده أشي عن الزراعة عشان قاعدين الوقت ده خريف وتم من خلالها تكوين مكتب جديد يتكون من 8 أشخاص بهدف متابعة ومراقبة المستفيدين للقيام بحملات لتوعية المزارعين. وفي اللحظات الأخيرة لهذه المناسبة فقد زار سلطان بن آجي ولي محمد المستشفى المركزي بدربالي وتفقد المرضى في الصالات منتهزا الفرصة مقدما لهم كمية من الأدوية الخاصة بعلاج الملارية، طالبا من عمال الصحة الاهتمام بصحة المواطنين وتقديم العلاجات المناسبة لهم. كما تم تسليم سيارتين من نوع ماركة تويوتا رباعية الدفع وعربة إسعافات لمسؤولي مجالس البلديات بمحافظة دربالي.